السلام عليكم. في هذا البارت الثاني من اللي هو Regeneration of Nervous System راح نتكلم فيه عن الميموري. بداية الميموري هو عبارة عن the process or mechanism by which we permanently store that which we have been exposed to or learned, يعني الأشياء اللي حنا قاعدين نتعرض لها أو قاعدين نتعلمها. أوكي, كيف حنا قاعدين نخزنها على مدى طويل. أوكي, the many disciplines of psychology explain how we go about learning. Okay, يعني السايكولوجي كيف وضحوا learning. Okay, في عندنا في البداية conditioned response. Conditioned response مثل إيش؟ مثل مثال اللي هو الدوغ experiment, اللي هو لما كان يدق الجرس ويحط له أكل فصار يطلع منه salivation ومن هذا الكلام, فهو تعلم عن طريق اللي هو conditioned response. أوكي, في عندنا اللي هو repetitive learning, مثلا شخص يبغى يحفظ هذا السلايد ويقعد يعيد 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 إلى أن يحفظه. Aversion learning, مثلا بعض الآباء اللي يكون عصبي بزيادة يكون مثلا يقول ابنه مثلا إذا سويت كذا ترى بسحب منك السوني, مثلا بضربك بسوي كذا, يعني يعطيه عقاب يخوفه. أوكي, الconceptual learning مثلا أنه مثلا الآن حنا عندنا كونسبت أنه حنا قاعدين نعبد الله ومن هذا الكلام وما شفناه حنا. أوكي, فهو عندنا مبدأ, عندنا كونسبت على هذا الشيء, فهذا conceptual learning. الintegration learning فهو مثل ما حنا قاعدين ندرس الآن neuroscience, ندرس اللي هو درسنا اللي هو movement science, كيف حنا قاعدين نجمع المعلومات, كيف حنا قاعدين ندرسها. أوكي, أنا فاهم مثلا خلنا نقول الليمبك سيستم, فاهم شو اسمه الله, فاهم في الميموري, فمن يعني شلون أنا قاعد أجمعهم مع بعض. أوكي, the various disciplines physiology explain how memory is stored in the central nervous system, كيف حنا قاعدين نحفظ هذه المعلومات. أوكي, بداية لما تجي المعلومة تروح جهة الهايبوكامبوس. أوكي, تتخزن في الهايبوكامبوس, تتخزن كشورت ميموري. أوكي, لو نلاحظ كل المعلومات داخلة في الهايبوكامبوس. أوكي, رايحة شورت ميموري, من الشورت ميموري تقريبا يطلع منها جزء يروح إلى الكورتكس, اللي يروح للكورتكس هذا هو يعتبر اللونج تيرم ميموري. أوكي, هو اللي يعني ينوخذ إلى مدى طويل. أوكي, اللي يروح للكورتكس فهو يبقى معك مدى طويل. أوكي, هذه ما راح نتكلم عنها, اللي هي من ناحية الثلمة كورتكال سبيندلز ومن هذا الكلام. أوكي, هنا اللي هو central nervous system areas of memory processing, فهو في هذه الصورة موضح لك اللي هو المناطق اللي قاعدة تشتغل في الميموري processing. الميموري تريس, الميموري تريس هو عبارة عن neural circuit that connects a sensory event, يعني يربط الـ sensory events مع اللي هو learned behavioral response, is altered in some way to support the learning, فهو يعني يعتبر زي اللي supporting the learning. Memory consolidation اللي هو مثلا كيف انه يعزز الذاكرة بحيث انها تاخذ يعني تصير permanent مثلا. اوكي, occurs if the experience is somewhat permanently retained. اوكي, may be quick or prolonged, يعني ممكن هذا الشخص انه قرأ هذا السلايد مرتين خلاص بقت معه permanently, يعني وقت طويل. اوكي, مثلا هذا الشخص قرأ هذا السلايد 6 مرات عشان يعني يحفظها. اوكي, فصارت يا هي طويل, يعني ممكن تتأخر ممكن تكون سريعة. عندنا برضو variables affecting consolidation, وش هم هذول variables؟ كاتيكولامين levels اللي هو الادرينالين. اوكي, وعندنا الموتيفيشن, كونتكست ليرنينج. اوكي, وفيزيولوجيكال ستيت. عندنا الان اللونج تيرم بوتنشيشن سينابسس. اوكي, اوريجينال ستاديز اند موست كورنت ستاديز يوز نيورونز سينابسس ان ذا هايبوكامبوس. اوكي,
Extensive research in animals shows that following heavy train of stimulation, the postsynaptic excitatory potentials have an increase in amplitude, which can last for varying periods of time, days or weeks. Okay, this is called Hebbian processing. يعني Hebbian processing هذا طبعا طبقوه في أحد الريسيرش على animals. Okay, وش سووا بالضبط؟ عطوا اللي هو stimulation عالي كل فترة. كل فترة يعطون stimulation عالي، كل شوي يكررون، كل شوي يكررون، بحيث إنه اللي هو stimulation يكون excitatory. Okay, فصار في عنده increase في amplitude. Okay, which can last for varying periods of time. يعني خلاها إنها تصير يعني تبقى معه days or weeks. Okay. هنا قاعد يوضح لنا فكرة السينابس. Okay. Long term potentiation. There is an increased firing of the post neuron, post synaptic neuron, due to a variety of stimuli. Okay. يعني إنه صار في فايرنج عالي. الجلوتاميت هو النيورو ترانسميتر اللي موجود. This is associated with the increased activation of glutamate receptors اللي هم NMDA receptors. NMDA receptors اللي هو N-methyl، صراحة ما نعرف الباقي، لكنه لو نفتح الليكتشر في الباوربوينت راح يكون موجود في النوتس حقت هذه السلايد. These ligand gated channels open, resulting in an influx of calcium. يعني انه تنفتح البوابات بحيث يدخل الكالسيوم. زيادة الكالسيوم هذه اللي صايرة تعزز من الانزيماتيك كاسكيدز، الانزيماتيك كاسكيدز اللي موجودة في البوست سينابتيك سيل. This activity modulates the nature of the post synaptic membrane receptors and makes them more sensitive. يعني هذا الاكتيفيتي اللي صار اللي هو الانزيماتيك كاسكيد لما تعززت، اوكي، بدا يعني شلون اقول لكم، يخلي اللي هو البوست سينابتيك ميمبرين ريسبتورز يخليها مور سنسيتيف. اوكي، فصار في تشينج ان سيل ميمبرين هاز اوكيرد. ان اديشن نيتريك اوكسايد از فورمد اند ديفيوزز باك اكروس ذا سينابس to increase the effectiveness of the presynaptic membrane. Okay. هذه الصورة موضحة لو نشوف انه كيف داخل الكالسيوم جوا، وهذه الـ MDA receptors ومن هذا الكلام. وهذه الصورة ايضا اخرى موضحة نفس الشيء. Okay. هنا قاعد يوضح لنا انه كيف لما سوينا اللي هو long term potentiation كيف صار في synapse is strengthened. صار في أقوى سينابس، أقوى. أوكي. Long term depression. Long term depression هو similar process to long term potentiation. بس وش الفرق؟ الفرق إنه هذا اللي هو depression عنده the opposite effect. أوكي. حنا قلنا potentiation إنه يعزز. أوكي. إنه يخليها شو اسمه الله المدى طويل تبقى. أوكي. Depression يقولك the physiological result is memory loss، انه خسر الميموري. اوكي، يعني مو الميموري كامل، لا، المقصد الميموري انه الذاكره هذه، المعلومه هذه. اوكي، اوفر تايم وي فورجيت ثينجز، انه نبدا ننسى هذه الاشياء. اوكي، عندنا هنا سينابسس اند دندرايتك سباينز. السينابسس عندنا انواع من السينابسس، وكنت تكلمنا عنها من قبل. اول واحد اللي هو انه يكون مثلا الاكسون مرتبط في الدندرايتس فيسمى اكزوديندرايتك. اوكي، ممكن الاكسون مربوط في السيل بادي او في السوما فيسمى اكزوسوماتيك. اوكي، واما بالنسبه للسي اللي هو انه يكون الاكسون مرتبط في اكسون ثاني، اوكي، فيسمى اكزو اكسونيك سينابس. اوكي، وحنا طبعا درسنا قبل اللي هو كيف انه يكون اكسايتاتري وانهبيتري ومن هذا الكلام. الآن عندنا اللي هو declarative memory. declarative memory اللي هي شيء جدا general knowledge، شيء طبيعي. اوكي، فهي conscious explicit cognitive، فأنت يعني تقريبا ما يحتاج انه مرة تفكر عشان تطلع جواب. اوكي، فأنت واعي في الجواب. مثلا اقولك وش عاصمة السعودية، مثلا بتقول لي الرياض. اوكي، فبتقول لي اياها على طول، ما يحتاج انك تاخذ وقت في التفكير.
فهي فيها 3 stages. اوكي اول stage immediate memory. اوكي immediate memory, بعدين عندنا short term memory, بعدين عندنا long term memory. بداية الاميديت ميموري, خلونا نعطي مثال على السلايدز الآن. السلايدز الآن مثلا أنا قاعد أتصفحها أول مرة, وأنا قاعد أتصفحها فأنا في الستيج الأول. أوكي بعد ما أتصفحها مرة مرتين, أوكي أنا هنا وصلت للشورت تيرم ميموري أو الوركينج ميموري أو البرايمري ميموري. أوكي فهذا السكند ستيج. الثيرد ستيج اللي هو مثلا بعد 5 مرات أختمها, أنا هنا دخلتها في مرحلة اللونج تيرم ميموري, إني أخذها معي المدى طويل. أنا عدت هذا السلايد 5 مرات 6 مرات خلاص أنا حفظته. أوكي عندنا أنواع من الديكلاريتيف ميموري, عندنا إبسودك ميموري وعندنا السيمانتك. الإبسودك فهي ديكلاريتيف ميموري in which people remember their own experience, ركزوا على own experience, as they happened in a specific place and time of their personal history. يعني مثلا خليني اقول مين اللي در, بسال شخص مين درسك في المرحله الثانويه مثلا ماده الاحياء. اوكي فهو هنا بيتذكر مين الشخص اللي درسني, فبيعطيني الاسم على طول, اسم الشخص اللي درسه. اوكي فهي تعتمد على ذاكرته, على الهيستوري حق الشخص نفسه. اما السيمانتك ميموري فهي فورم اوف ديكلاريتيف ميموري ويتش ديلز وذ جنرال نوليدج, زي ما قلت انه وش عاصمة السعودية بتقول الرياض, نفس كذا. الان النون ديكلاريتيف ميموري. النون ديكلاريتيف ميموري امبليسيت ميموري, بروسيجرال ميموري, انكونشس ميموري, سكيل اند هابت ميموري. اوكي هذه ايش يقول لك, ذا بيرسون هاز نو بريفيوس اويرنس اوف ذا ميموري, يعني ما عنده وعي في الذاكره, ما يعرف شلون صار هذا الشيء, ما يقدر يعبر لك, cannot describe the learned information except through behavior, يعني عن طريق اللي هو انه يطبقها. اوكي and cannot necessarily remember how when or where the learning occurred. يعني الان خلنا نقول ابسال شخص ابقول له مثلا كيف تعلمت المشي. اوكي هذا الشخص وش بيقول, بيقول ما اعرف انا تعلمت كذا. اوكي يعني هو ممكن يعني ما راح يعبر لي انه يقول انا اول ما انولدت بديت مثلا احبي وبعدين صار كذا, بعدين اهلي اعطوني مشاية وبديت امشي عليها وزي كذا من ذا الكلام, ما راح يعطيني هذا الشيء لانه هو ما عارف هذا الشيء, ما عنده ميموري بهذا الشيء. اوكي فاللي بيصير معه وشو, انه يقدر يطبق لي يقول لي شفني انا قاعد امشي حاليا, لكن ما يقدر يعبر لي متى بدا يمشي, كيف مشى, وين مشى في البداية. فهذا هو النون ديكلاريتيف ميموري. وخلصنا اللي هو الليكتشر, فبالتوفيق للجميع.